إذن اليوم احنا بصدد ندوة صحفية لتقديم مقترحات القوانين اللي الفريق الاشتراكي تقدم بها مكتب مجلس النواب. بطبيعة الحال تيجي هذا العمل بعد واحد المدة ديال شهرين على انطلاق يعني الولاية الخريفية ديال البرلمان، واللي عرفت المصادقة على تصريح البرنامج الحكومي، المصادقة على قانون المالية، اللي عرفت أيضا مساءلة ديال رئيس الحكومة في الأسئلة المساءلة الشهرية، ثم العمل العادي ديال الجلسات الشهرية واللي كان فيها الفريق الاشتراكي إلى جانب فروق المعارضة قاموا بالدور ديالهم كما يجب. اليوم لا 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 يعني الفريق الاشتراكي رجع للدور المركزي ديالو، استغل لنا الفرصه بالتقديم واحد المقترحات ديال اربعه قوانين اللي كنعتبروا بانها مهمه في المرحله الجويد للمنظومه القانونيه ديالنا. اولا المقترح الاول يتعلق بقانون المقصود بدراسه الاثر او دراسه الجدوى، وهذا ما قانون الاهميه ديالو تتكمن في انه القانون التنظيمي كان صدر سنة 2015، والمراسيم ديالو المرسوم التطبيقي ديالو صدر في 2017، وكينص على أنه إذا اقتضت الضرورة أن أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة أن تقدم له دراسة جدوى تبرز الأهمية ديالو نظرا لأن الأمر بقي اختياريا، فمن 2015 إلى اليوم لم يقدم أي قانون أي مشروع قانون بدراسة الجدوى. فالتعديل اللي كنقدموه تنطلبوا بأن دراسة الجدوى أن تكون ملزمة للجميع المشاريع القوانين باش تكون، لأن هذا تيجنبنا كثير من الإخفاقات وكثير من الهضر اللي كيدار العمل القانوني. ما في نفس القانون اللي هو 065/13 كاين أيضا العمل على المراسيم، تحديد المده الزمنيه لتفعيل المراسيم التطبيقيه. كتخرج واحد المجموعه من القوانين اللي كتخرج في بلادنا، وكتكون في طياتها كتقول بان غادي تخرج المرسوم التطبيقي او المراسيم التطبيقيه اللي غادي توضحوا اللي توضح الطريقه ديال التنزيل ديالو. هاد المراسيم التطبيقيه تتعطلش، ما كاينش مده زمنيه اللي كتلزم بها الحكومه لاخراجها، وبالتالي كتضيع القوانين في بعض الاحيان. وكاين هناك مراسيم يمكن نقولوا اليوم اكثر من 70 مرسوم في نموذج وزاره الصحه ما صدرتش، وبالتالي واحد القوانين ديالها معطله. فالمقترح التعديل اللي كنقدموه اليوم تنقدموه على اساس ان يلزم التعديل كيقول بان من بعد 6 اشهر لا يتجاوز اخراج المراسيم 6 اشهر. المقترح الثاني اللي تقدمنا به الفريق الاشتراكي هو المرتبط بالاثراء غير 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 المشروع. الجميع تتبع ديال سحب الحكومه القانون الجنائي من البرلمان لاعاده الصياغه ديالو، قلت بان تقديمه في بصيغه جديده كما جاء في التصريح ديال وزير العدل. بطبيعه الحال وسائل الاعلام كلها تبعات النقاش اللي كان حول ان جزء من القانون الجنائي كان مرتبط بالاطراء غير المشروع، واش اصلا ربما كاين السحب فقط لهذه النقطه. بالنسبه لنا الموضوع مهم، هو ان في انتظار يرجع القانون الجنائي تقدمنا بهذا المقترح، وكان واضح الاهميه ديالو هو انه نخرجوا من الصيغه اللي كنقدمها القانون الجنائي السابق، واللي هي صيغه بالنسبه لنا تتجاوز كثير من القيم ديال حقوق الانسان وديال الحريات، لان كتعتبر يعني تتشرع اليد، كتولي بحال كل ما من شانه سابقا. بالعكس اليوم المقترح الذي نقدمه يساوي كيعزز النزاهه، كيعزز محاربه الفساد، كيوضع كيربط المسؤوليه بالمحاسبه، توسيع دائره يعني التصريح بالممتلكات لجميع الفاعلين والمتدخلين كيسيروا المال العام، ولكن في نفس الوقت ايضا الحقوق والحريات تبقى اصيله في الممارسه ديال 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 الدوله وجميع الاجهزه ديالها. المقترح الرابع والثالث عفوا هو المرتبط بتحويل احداث هيئات قضايا الدوله. كان سابقا الوكاله القضائيه للمملكه. الوكاله القضائيه للمملكه هي مرتبطه بكاين اليوم تتواجد في وزاره العدل، ومعنيه بالدفاع عن مصالح الدوله بالخصوص المرتبطه بالمنازعات والاحكام. فالمجلس اعلى للحسابات في تقريره الاخير اشار بان في المنازعات ديال على مستوى الاحكام الدولة المغربية تتخسر 5 مليار درهم سنويا في هذه العملية، اللي اعتبرناه مؤشر صعب جدا وخطير جدا. والخلل كاين لأن الجهة الوصية والتتبع والمواكبة بقت
ضعيفة، فقلنا تحويل الوكالة القضائية للمملكة إلى هيئة قضايا الدولة على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي في تجارب دولية، تصبح هيئة مستقلة لها صلاحيات موسعة، لها إمكانيات مالية للتدخل والحضور على كل الصعيد الوطني، كما أن أيضا وضعها الاعتباري يتغير من ارتباطها بوزارة إلى ارتباطها برئاسة الحكومة، وهذا مهم لمؤسسات مثل هذه اليوم، مهمة للغاية أنها تواكب معنا يعني المسلسل اللي دخلوا المغرب بخصوص النموذج التنموي والانفتاح ديال السوق ديال بلادنا على الصعيد الدولي بشكل كبير. آخر مقترح هو وليد اللحظة، يعني وليد الظرف الراهن المرتبط بتوسيع حالة التنافي، وبالنسبة لنا الحالات اللي يمكن ظاهرة واضحة بزاف هو ديال بعد تشكيل الحكومة، لاحظنا أربعة من الرجال رئيس الحكومة وثلاث وزراء آخرين تيترأسوا في نفس الوقت مهامهم الحكومية، ولكن تيترأسوا عمادات ديال البلاد مباشرة بعد التأسيس، يعني إعلان الحكومة بعد أسبوع رئيسة عمدة مدينة الضلبيت كتقدم استقالتها بالعنوان العريض بأن صعوبة الجمع بين المهام ديال هذه المدينة وهذه المدينة، وكنعتبروا حنا بأن غننطلقوا من هذا التبرير باش نقولوا بأن العملية ما مرتبطاش بمدينة وحدة. على المسؤول الحكومي أن يتفرغ إلى مهامه الحكومية، وبالتالي كنقولوا عدم حالة التنافي أيضا أن تكون مع رئاسة الحكومة. لا يعقل بأن نائب برلماني تنقولوا حالة التنافي مع 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 عمودية اللي مع مقاطعة اللي كتجاوز 300 ألف نسمة، أو مع رئيس مجلس إقليمي ووزير اللي عنده وزارة سيادية ما كاين عندنا حتى شي مشكل أنه غادي يمشي يترأس هذه العملية. هذه العملية أولا تفرغ لأداء المهام، ثم ثانيا كاين واحد المسألة أخلاقية بأن أي وزير كيترأس بلدية فغيكون تينتصر لها وتينتصروا معه وزراء آخرين لها، هو الأمر اللي يستقيم، لأنه يجب أن يكون الوزير ديال المغاربة كاملين وديال المجال المغربي والجغرافية ديال المغرب كاملة.